نفسنا عن كل حاجة تندرج تحت مسمى شهوات الحياة وكتير مننا ما كانش بيحصل على الإجابة الصحيحة الوافية من اللي كان أكبر منه في السن اللي المفروض كان يشرح لنا وقتها إن الصيام ده درجة من درجات علو النفس وإن في مكانة روحية روحانية عظيمة جدا وتهذب النفس وتهذب الجسد وعلى فكرة حتى لما كبرنا يمكن مش كلنا مدركين أبعاد حلاوة وجمال وعظمة شهر رمضان فبالتالي احنا النهارده عايزين نتكلم في هذا الامر والى اي درجه الصيام بيخلي النفس يبقى فيها شيء من العلو والسمو الروحي فده موضوع ومحور الجزء الأول على الأقل من حلقتنا النهارده اللي هنسعد من خلالها بوجود الأستاذ مصطفى العكريشي الداعية الإسلامي والمستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة واللي دايماً بنسعد بوجوده معانا في البرنامج كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك كل طرفة عين وحضرتك جوه العين حبيبي وكل لحظة حضرتك بخير والساده المشاهدين بخير عبيد يا وفي دايماً للرحمن يا رب ودايماً كده ربنا يعود علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة يا رب يا, يا رب, رب. اللهم إحنا عايزين بقى إيه يعني نستثمر بقى وجود فضيلتك معانا النهارده ونعرف الناس كبير وصغير تفاصيل عظمه هذا الشهر الكريم. الحمد لله الذي من اتصل به كفاه ومن لاذ بحماه حماه واذا ذكره عبده ذكره ربه ومولاه والصلاه والسلام الاتمان الاكرمان الازهران الاعتران على سيدنا رسول الله. عليه الصلاة. رسول الله يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا مؤيد عليك حبيب رب العرش صلى كذا الأملاك صلوا على محمد ويوم الحشر مجى الخلق طرا جميع الخلق تأتي إلى محمد شفيع الخلق مقبول مشفع ويوم الحشر شافعنا محمد وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد كذا القرآن فيه ثناء ربي على المبعوث سيدنا محمد صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله أما بعد رمضان وما أدراك ما رمضان أيوة رمضان خمسة أحرف الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من العزيز الغفار يا سلام عليك يا سلام عليك خمس حروف بقى يبص جامعين كل الحلاوة كلها اللي حضرتك أيوة. بتتكلم عليه الحلاوة صحيح حلويات شهر رمضان ما احنا بنتكلم عن شهر رمضان بنتكلم أيوة. عن الحلويات طبعا بس الحلويات بقى الروحيه بقى أي. القيم الساميه بقى اللي بتسمو بها النفس أي. ويسمو بها الانسان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. السمو ده بيتحقق بس من مجرد فكره الصيام والامتناع عن الاكل والشرب وبقيه و و و التفاصيل. طب معلش كده من اول الحلقه كده هنخش في بعض؟ لا بالعكس انا بس, بس معلش انا قلت طب استنى بقى والله العظيم انا قلت <applause> انكشك. طب استنى طب خوف بقى. <تبت>. اي صيام تقصد؟ صيام بمعناه الواسع صيام عن الاكل وال... وال يعني يعني الاضراب والامتناع عن الاكل والشرب ايوه والنظر الى ما حرم الله حبيبي. والتعاطي مع ما حرم الله الفكره نفسها فكره الامتناع نفسها يعني. والله انت جميل <applause> يا ربي والله يا ربي جميل يا رب يخليك الله عليك <applause> انا ليه بسال كده احنا طبعا احنا الاستاذ كريم بسم الله ما شاء الله يعني محبه يعني والله اتصال, اتصال قلبي وروحي والله حبيبي تمام انا بسال السؤال ده ليه لان في بعض الناس بتاخد الصيام عاده اديني بصوم كل سنه مش عباده يعني. مش عباده الله في ناس واخدها عاده والله ايوه صحيح. انا كل طبع. سنه بصوم طبعا طبعا كل سنه رمضان يجي بصوم الحمد في لله الناس بتتعامل مع الصلاه نفسها بنفس المنطق اه انها عاده مش عباده ان انا متعود ان الاذان ده انا اروح اصلي لا يا حبيبي انما الاعمال بالنيات يبقى لازم أن تنوي ان ديت عباده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مش عايزين ناخد الصيام كده انه عاده انا بصوم كل سنه وخلاص طب بتصوم ايه بتصوم صوم العوام ولا صوم الخواص ولا صوم خواص الخواص اللي هو في كمان خواص الخواص امال ايه وفي فروقات في الصيام بين الثلاث احوال يا 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 طبعا طب يلا بينا نعرف الناس <applause> الفروقات <التي> صوم العوام اللي احنا عارفينه عن الطعام والشراب اه ده بيصوم وانا صايم زيه ان انا من الفجر لحد المغرب لا باكل ولا بشرب الامتناع عن شهوه البطن م. والفرج م. شكرا م. على كده ولا جمع زوجتي ولا اي حاجه ده أه. صوم ايه بقى العوام أه. كله زي بعضه والخواص صوم الخواص اللي هم الناس اللي سبيشال شويه اه اللي هو مع صيام البطن والفرج عن الشهوه شهوه الطعام والشراب أه. والجماع صوم الجوارح العين ما تنظرش اللسان ما يتكلمش بالغيبه ولا النميمه أه. الايد ما تتمدش على الحرام الرجل ما تسعاش الى الحرام أه. يحفظ نفسه في بقى صوم يعني بص الفيري سبيشال بقى البي. اللي هو بص اه الفي بي البي البي بقى خواص. ايوه اللي هم خواص الخواص صوم القلب ازاي ده بقى القلب بقى القلب, بقى. القلب يخرج من جواه الاغيار حتى تحل مكانه الانوار بس مش سهل يا شيخ مصطفى جدا ما انا عشان كده قلنا ايه بقى هم لهم مكان لوحدهم آه خواص الخواص صحيح ده بقى خلاص اخرج من قلبك بقى الاغيار والكلام ده كل ما هو غير الله سبحانه وتعالى وكل من هو غير الله سبحانه وتعالى شيل كل ده اكنس نظف قلبك هقول لحضرتك م. لما بيجي لك ضيف في البيت معلش والاولاد في البيت مكركبين الدنيا وسمعت ان مصطفى جاي لك البيت هتعمل ايه ده انا هنبص لك الدنيا حبيبي والله العظيم <applause> وهنبص هنجيب البيت ده كله راسا على عقب استعدادا لمجيئك الكريم الله يفتح على حضرتك دي بقى استقبال خواص الخواص بقى طبعًا. ده الفي اي بي الناس اللي هي بقى بتصوم مع الله سبحانه وتعالى م. قلبها هو اللي بيصوم بيصوم عن الدنيا ويصوم عن ملذات الدنيا وعما في الدنيا كلها تعرف يا استاذ كريم ان في ناس اصلا بتزعل لما بتفطر في رمضان المغرب والله ساعه الفطار عالية بقى. اه الله ينور على حضرتك يقول عالية. لك انا زعلان انا بنقطع عن العباده ليه لا آه. يعني ايه يا عم في ايه ده حاجه وربنا يحلها لك يقول آه. ماشي انا بقولش لا بس انا نفسي اعيش وافضل كده آه. افضل كده بقى ايه مستمر في كونكت كده مع العباده آه. الجميله دي افضل مع الله عز وجل بالصيام بقى بصوم القلب دول الناس هم خواص الخواص ان قلب صايم ان قلب عايش مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص طب ليه الصيام حلو كده عارف وانت بتقول قبل ما اجاوبك على السؤال ده او قبل حتى ما افكر في الاجابه على السؤال ده في الوقت اللي حضرتك بتقول فيه اللي انت بتقوله في ناس في المقابل ما بتحضرش الصيام لان أيوة يومها مقلوب الله يقول لك انا بصحى ليه هو الا ايه انه الصايه اللي قبل المدفع على ما فوق على ما اه على ما فوق يبقى كده ده كده ضرب 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 المبدا نفسه بتاع الصيام الله في الله ينور على حضرتك هو ليه الصيام حلو كده؟ اشمعنى؟ مش يعني؟ تهذيب للنفس بالشكل ده جميل طب ما الصلاه فيها تهذيب والصدقه فيها تهذيب صحيح والحج فيها تهذيب اشمعنى الصيام يعني؟ ايوه صحيح اشمعنى الصيام يا شيخ؟ ما قلتلناش يعني اشمعنى أيوة الصيام صحيح الحته دي الصيام شيء جميل جدا ايه اللي جمله بقى؟ كل اركان الاسلام متحققه فيه متحققه في قلب الصيام مم. جميل مم. وكل اركان الاسلام تلاقيها ما بينك وبين الخلق اما الصيام بينك وبين الخالق صحيح الوحيد فإنه لي سبحانه وتعالى صحيح. الله يفتح على حضرتك شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قدام الناس اهو مم. انا بشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله طبعا. اقام الصلاه انا رايح جاي على المسجد طبعا ايتاء الزكاه بانفق طبعا حج حج البيت بروح بحج وبعمل وبعتمر في ال... في ال... كل سنه والكلام أوه. ده وكل سنه لي عمره طبع. والحمد لله كل سنه حجه كل ده بينك من مين الخلق أوه. انما تعالى على الصيام بقى مين الوحيد اللي يعرف انك صايم ربنا سبحانه وتعالى بس طبع. لانك ممكن تقفل الابواب وتخش ورا اي باب وتروح عامل ايه بقى رفع القله ولا رفع الازازه وعمال تشرب وساعه المغرب تقعد معانا على الطبليه وتاكل كانك صايم بالظبط عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له لا. لا. الا الصوم يعني. يعني. معنى فانه لي وانا, وأنا اجزي به يا طبعًا. سلام بقى ما يكون الجزاء من عند مين طبعًا. من عند الله سبحانه وتعالى وكرم الله يفتح على حضرتك عم. وربنا قال في سوره البقره لو قرانا كده الايات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون لعلكم عم. تتقون واحده واحده بقى انا بدات الايه بايه يا ايها الذين امنوا يبقى ده ايه الايمان آه. وختمت الايه بالايه بالتقوى بالتقوى في النص ايه الصيام آه. شوف بقى الصيام ده عباده بينك وبين ربنا بس وده بنسميها بقى عباده الاحسان ان تعبد الله كانك كان تراه طبعا. فان لم تكن تراه فانه يراك الله طبعا. يبقى انت هتحقق الاثنين دول لما تحقق الاحسان طبعا. ان انت ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى كانك تراه في كل شيء محبه ربنا سبحانه وتعالى سبقت على كل شيء فعشان كده ربنا حالك الاثنين دول الايمان والتقوى طب اللي مش اللي مش مستشعر قوي المحبه اللي حضرتك تفضلت بيها دي تمام ال... هل ده معناه ب... ب... بالضروره ان هو من الناس اللي هي القاسيه قلوبهم والله بص اقول لحضرتك انت قلت يا تستشعر وانا آه. بستشعر بالايه بالقلب آه. فقلبي قاسي مم. اعمل ايه بقى عشان اتقرب بقى ايوه اتقرب من ربنا سبحانه وتعالى ما تيجي نشتغل بتوع التليفونات شويه يلا يلا الشحن التليفون اه تمام لو انا رايح مشوار صعب جدا مم. زي ما احنا كنا رايحين كده الواد الجديد والفرافره والحته دي كلها طبع. لازم انا اعمل ايه في الموبايل تشحن الموبايل كويس قبل ما تبتدي المشوار صح ولا ايه طبع. عشان اما اوصل اعرف اكلم الاستاذ كريم واكلم ده واتواصل مع ده واتواصل مع ده واتواصل مع ده, مع ده. آه. صح طبعا لازم على كل انسان هنا برضو يشحن قلبه اشحن قلبك ما هو في شحنه يوميه وفي شحنه اسبوعيه وفي شحنه سنويه وفي شحنه طول العمر اربع شحنات آه. اول شحنه شحنه ايه يوميه, يومية. من الصلاه للصلاه اسبوعيه من الجمعه للجمعه اسبوعيه من الجمعه للجمعة سنويه من رمضان, من رمضان, رمضان لرمضان, رمضان لرمضان. رمضان. عمريه الحج م. يرجع من حجه من حج ولم يرفس ولم ميرفوس يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه من جديد نيور انسان جديد لانج يعني اللي قلبه قاسي بس بيحاول يسعى لتليين ربنا بيسعى جميل ايوه اشحن كده؟ بقى اشحن حط قلبك على الشاحن الشاحن الايماني صلي بقى اشحن شحنه يوميه وشحنه اسبوعيه وشحنه سنوية وشحنة في العمر، قرب من ربنا سبحانه وتعالى، ده ربك سبحانه وتعالى اللي قال اذكروني اذكركم طبعا. اذكروني ربنا ذكرك سبحانه وتعالى، فقبل نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالشكر وجاهد النفس والشيطان، حد ممكن يسألنا دلوقتي يا كريم يقول لك طب ما أنا في رمضان مش الشيطان مسلسل؟ م. أه طبعا مكبل؟ أيوه أيوه أمال إيه؟ أمال أنا بقى إيه اللي بيجرالي ده؟ ايه يا عم في ايه؟ الميه قدامي قول له شيك كده آه على نفسك قول له قل... ايوه يعني غالبا الشيطان مننا فيه الله ينور على حضرتك ما هو الشيطان طول السنه طول السنه بيعمل ايه؟ بيشحنك وشحن بقى آه. عشان هيجي في الشهر ده ويه هو ايه؟ وعندو... هيفصل عنده اجازه يبقى ايوه يبقى قاعد هو بقى باشا كده وحاطط رجل على رجل تمام والعياذ بالله منه وانت عمال بتعمل سيئات ليه بقى؟ لان نفسك شغاله انت شاحن شحنه شيطان مش شحن شحنه الرحمن مم. سبحانه وتعالى مش مقرب من ربنا سبحانه وتعالى لا قرب من ربنا سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قاعد في يوم فالخادم بتاعه داخل وكان عنده اغنام وهو اللي برعله الغنم بتاعته فسيدنا ابو ذر شاف الغنم داخله ورجلها مكسوره مم. في ايه مالها ايه اللي كسرها حد جاب طوبه مثلا ورماها بها مم. ولا ايه بالظبط الخادم بتاعه قال له لا انا كسرتها عمدا انا اللي كسر بقى ده مزاجي بقى انا كسر رجل أنا دي ع... اه والله كسرها عمد قال له ولما طب ليه كسرها عمد ليه قال له لاغيظك عشان تضغاظ فتنهرني فتاثم الله اه والله هو كده هو كده لو بيقولها <applause> له وش كده شوف بقى اه والله وش كده فتنهرني فتاثم تأخذ ذنوب انا عايزك تأخذ ذنوب فشوف بقى سيدنا ابو ذر الغفاري عمل ايه بقى رضي الله عنه قال له انت عملت كده قال له قال له عشان اقسم انا قال له اه بهدوء وباريحيه قال له والله لا اغيظن من حرضك انت مين اللي حرضك الشيطان هغيظه انت حر لوجه الله الله ده شغل عالي ده والله لا اغيظنا صحيح ايوة انت اللي حرّدك الشيطان عليك اه انت الشيطان عشان ايه اقسم واخد ذنوب لا, لا. لا انا هعمل العكس بقى خلاص انا هغلب نفسي واغلب الشيطان لا الناس. انت بقى حر الوجه الله سبحانه وتعالى فكوا راقبة يلا يا عم جميل خلونا يعني ننهي بالقصة الجميلة دي الجزء ده من حلقة النهاردة هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع عشان نتكلم مع حضراتكم ومع الشيخ مصطفى في ملف من الملفات المهمه جدا والمندرج تحت مسمى سقي الماء هنتكلم عن حفر الابار في مطروح خليكم معانا يعني واحدة من أهم المبادرات اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة وهي مبادرة حفر الآبار تحديدا في صحراء مطروح. نتعرف بقى على التفاصيل يا شيخ مصطفى بعد إذنك. من أهم الملفات اللي بتريتها مؤسسة نبض الحياة منذ انطلاقها عام 2014 م. إلى اليوم إلى ما شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ملف سقي المياه م. وده يعتبر ملف من ملفات مهمة جدا حضرتك والساده المشاهدين يعرفوها زي ملف بناء المساجد، ملف سقي الماء، ملف مشروع وقف النخيل الخيري وتسقيف البيوت و... ملف تسقيف البيوت لحمل حمله ملف وطعمون الطعام صحيح. ماشي ملف حمله وقايه ورعايه صحيح. تمام اللي هي بي... مستشفيات وعلاج المرض وتجهيز العرائس وتجهيز العرايس صحيح. صحيح. وحمله سترة والغارمين مين الجميله صحيح. صحيح. الحمد لله يا رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يعني بيفتح لنا ابواب كده عظيمه سبحانه وتعالى ما شاء الله. انا بقى مرتبط وحضرتك تعلم ان انا مرتبط بالميه قوي قوي لأني برتبط باللي بيحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الميه خلاص طب ما انا احب الميه انا بقى بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوي وعاوز اشرب من ايده دايما دعوه كده ندعيها نقول اللهم عم حد يموت نقول آه. اللهم اسقه بيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها ابدا ما يعطش بعدها ابدا اشمعنى يعني الساقي ومرتبطين بالساقي او الكلام ده لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب كده وفي حوض لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم يبقى في ارتباط فظيع كده بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجميل يعني انا اسف في كلمه فظيعه دي بس فظيعه من جمال آه يعني طبعًا والعظيم آه طبعا مفهوم بين سيدنا النبي صلى الله آه عليه وسلم وبين الميه فانا قلت خلاص حبيب وحبيبي حبيب حبيب, حبيب ومن هذا المنطلق <applause> نشوف معاك يا شيخ مصطفى اول تقرير ونرجع نكمل اتفضل اتفضل <applause> كلنا بنحب النجاح علشان كده كل الناس بتسعى للنجاح لكن النهارده جاي اكلم حضرتك على نجاح من نوع اخر نجاح اوسع واشمل وليس له نهايه يعني زمنه الى قيام الساعه لا ده حتى في الاخره امتد النجاح ده العمل الصالح بير زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده والله العظيم اكبر نجاح في الدنيا والاخره علشان كده ربنا عز وجل قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. شوف نهايه الايه قال ايه؟ ذلك الفوز الكبير هو ده النجاح الكبير. هذا الابار يعني رحمه كبيره لهذه لهذه المناطق. فالماء طبعا لو نظرنا الى احاديث النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال من يشتري بئر مؤنه وله الجنه. وبئر مؤنة هذا في السعودية طبعا كان عند رجل يهودي هذا الرجل كان يستغل هذا الماء ويبيعه للصحابة بأضعاف مضاعفة فاشتراه عثمان بن عفان وتصدق به عثمان بن عفان على الصحابة قبل ما يجينا هذا المشروع اللي هو سقي الماء يعني كان الواحد يستعزب الماء من أماكن بعيدة يعني أحيانا يمشي زي 2 كيلو عشان يجيب جركنين مية عشان يجيب جركن المية وبيحافظ عليهم لغاية يمسكوا الأسبوع لكن بهذا المشروع صراحة لا نملك إلا الدعاء لا نملك إلا الدعاء نقول اللهم من ساهم في هذا الماء وفي هذه الأبار اللهم اجعله في ميزان حسناته هذا الذي نملكه يا إخواني بالنسبة لهذا الماء يا إخواني له دور عظيم في هذه الأماكن نحن يعني لا نعتمد على مياه النيل نعتمد على هذا الماء الماء هذا يهي نسقي منه البهائم ونزرع منه يعني الخضر والحاجات الخفيفه دي ويعني له دور عظيم عندنا اهم حاجه الماء يا اخواني اهم حاجه الماء يعني في الصحراء خلي بالك لو وجد الماء وجد الخير كله. طيب عشان نوضح الصوره للي من حضراتكم مش عارف التفصيله دي احنا دايما بنقول ايه حفر الابار في مطروح حفر الابار في مطروح. مطروح اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على صحراء مطروح مش بنتكلم على مرسى مطروح حيث الابيض وعجيبه والفنادق والمنتجعات احنا بنتكلم على ناس عايشه حياه قاسيه جدا 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 فمتخيلين حضراتكم بقى حجم الاجر والثواب اللي الواحد ممكن ياخده لما يساعد في ان هو يشرب الناس دي شربه ماء فعلا يعني تصلح اصلا يعني ل... احنا نتكلم كمان على مياه الغيث ايوه الله ينور على حضرتك آه يعني الغيث اللي ايوه هي من عند ربنا سبحانه وتعالى واللي هم بيبقوا زعلانين ان هم بيشوفوها وهي بتجري على الارض رايحه مهدره شفاء طب هو هو هناك بيقول لي انا المايه اللي من السماء ديت احب إلي من المايه المعدنيه م. بقول له اشمعنى قال لي دي شفاء دي غيث ربنا سبحانه وتعالى الله. ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورة صحيح ما يحبوش يشربوا غيره خالص بقول لو اديته ميه معدنيه كده وقلت له اشرب يقول لك لا انا عايز ميه السما حتى لما يجي يكرمنا يا استاذ كريم يكرمنا آه. صحيح يا استاذ كريم اه والله تمام <applause> يروح جايب ايه عامل شاي يقول لي ده شاي بميه السما ميه الغيث اه والله اشرب ميه غيث ميه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فرحان قوي وهو بيقدم لنا يقول لك حاجه من عند ربنا حتى يجيب لنا كوبايه ميه نشرب ولا حاجه واحنا هناك يقول لي ده ميه سما اشرب مم. ميه سما ميه طعمها فوق الروعه فوق كلا. الجمال كله البير الواحده من دي يا استاذ كريم اشهر او سبعة اشهر وممكن توصل لسنه كامله مم. سنه كامله على حسب بقى تمام آه. لان ممكن توصل معانا لفوق ال متر مم. يعني في ابار معانا بفضل الله عز وجل بنحفرها 119 متر ما شاء الله 119 شاء الله. متر لحد ما السادة المشاهدين مش مصدق لا انا بقول اهو متيقن من كلامي والسادة الدعاه راحوا هناك وشافوا بعينيهم 119 متر يا استاذ كريم ده بيقضي بسم الله ما شاء الله يعني فتره كبيره جدا ممكن يقضي سنه سنه ونص كمان بفضل الله عز وجل ده في ابار يا استاذ كريم هناك من ساحه الرومان اه اسمها الابار الرومانيه آه. لحد النهارده موجوده شوف بقى الرومان كانوا في مصر من امتى <applause> ولحد النهارده ربنا سبحانه وتعالى ابقاها يعني اغاثه وانقاذ آه. لاهالينا في مطروح ربنا سبحانه وتعالى يعني ودليل كمان على استدامة الشكل ده من أشكال عمل اه طبعا الحمد لله رب العالمين احنا بقى ما بنشتغلش في الأماكن اللي هي مطروح آه. لا احنا بنشتغل بعد مطروح بحوالي 230 كيلو متر سيري براني, سيدي براني. النجيلة المثاني ثلاث أماكن دول مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل لبيا. أه الحمد لل... لله والله أنا وصلت الحل... لحدود آه. ليبيا والله مم. كان بينه بالليبيا اللي هي الهضبة مم. الكبيرة دي والله بينه وبينهم الحدود وصلنا وافتتحنا ابار هناك بفضل الله عز وجل عزيم. لاناس من, من 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 اسيادنا والله بجد دول اسيادنا فعلا اقول لك اقول لك صحيح يا كريم يعني بجد والله الانسان اللي بيتبرع النهارده او بيشارك بفضل الله عز وجل ويتواصل مع مؤسسه نبض الحياه عشان خاطر اهالينا في مطروح تمام كريم جدا ولازم نطلق عليه اللفظ ده كريم وادي الصفه الجميله ديت وامنحه اللقب الرائع ده وربنا سبحانه وتعالى هيمنحه له قبل مني تمام طب. الكريم مين هو الكريم؟ وناس بقى نسمع حضرتك كريم مين هو الكريم؟ <applause> يا أنت بتحرجني كده حبيبي بص هو بيتهيألي أكيد في في درجات أو في فروقات بين الجود وبين الكرم أيوة ممكن يبقى واحدة فيهم مرتبطة ممكن يبقى الشخص اللي هو الجواد ممكن يبقى بيعطي لمن يعرف حلو وعارف ظروفه وحياته ممكن يبقى كريم بيعطي لمن لا يعرف مثلاً جميل صح كده؟ طب مين السخي؟ مين السخي صحيح م. نسيت انا الحكايه دي وقعت مني السخي <applause> في النص الجواد الذي يعطي دون حدود أه. حد يساله بيدي بدون حدود حلق. شغال أه. السخي اي حد بيروح لحد بيته ويخبط عليه يفتح له ويدي له بطيب نفس أه. ده السخي اما الكريم هو اللي بيروح بقى يا استاذ كريم هو الذي يعطي قبل ان يسال اصلا الذي يعطي قبل, قبل ان هو كريم بصفته هو صفته كده كريم يعني بيمارس طبيعته بيمارس طبيعته الله يفتح على حضرتك بيزاول طبيعته اعطي هنا وأعطي, هنا واعطي هنا واعطي هنا واشارك لاهلنا في مطروح واعمل الشهر ده بير والشهر الجاي بير واعمل م. هنا وشارك في بير وشارك في وصله ميه وشارك في بير ارتوازية وشارك في محطه تحليه هو بطبيعته كده يعني في ناس كده معانا على فكره بفضل الله عز وجل متصلين بمؤسسه نبض الحياه ومتواصلين معاها يا جماعه كل شهر تبعت لي والله في ناس كده يا شيخ مصطفى الو ايوه شهريا يوم 28 في الشهر م. افتكر ال... افتكر انا مش هتصل عليك تاني قول لي كده والله م. مش هتصل عليك تاني يوم 28 من كل شهر المندوب يجي لي رب وبيتكلم بقى بص ازاي المندوب يجي لي اقول له حاضر رب. لا والله حاضر يوم 28 و... في مناديب كده عارفه ناس معينه تروح لها كل م كل يوم قبض. مم. حتى في يعني سيده عظيمه جدا 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 من اهالينا في المحله. مم. بص بقى دي بقى اللي خلتني انتقلت انا انا بصيت لنفسي ان انا انا على قد انا ماليش لازمه. انا مين؟ والله العظيم الست ريال بتعمل ايه يا عسكريم؟ بتلف في المحله وفي كفر الشيخ بتبيع جهاز للبنات اللي هو بقى الصيني والميلامين والقربال آه بتاع آه آه. الشوار بتاعه آه. تروح تبيع هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا. هل ده بتاعها لا ده شغال عند واحد صاحب محل بتاخد منه وتلف تبيع وعندها اولاد ومحتاجه والله والله ما تركت بابا من ابواب الخير الا وكان له فيها يد ما شاء الله عليها والله العظيم ما شاء الله عليها مفيش شهر يعدي الا وكده تقول ده اللي بينه وبين ربنا ما شاء الله. حتى ابنها عرف ذات يوم عرف ان آه. امه بتعمل خير وكلام بيقولها اما احنا اولى قالت له انت اولى من ربنا يا ابني الله لا أنا بينه وبين سبحانه وتعالى ده, ده اللي بينه وبين ربنا آه. أنا أتعب لازمًا كده بتتعب وتلف وتبيع وهنا 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 وتقول لا ده كله عند ربنا سبحانه وتعالى دي نماذج تدرس آه والله نماذج يعني. كده يتكتب فيها والله العظيم مؤلفات صحيح صحيح دي بقى اللي هم متصلين بربنا سبحانه وتعالى آه. يا أستاذ كريم ربنا سبحانه وتعالى إيه الصفة العظيمة اللي بدأ بها كتابه سبحانه وتعالى؟ الرحمة. أول الرحمة قال بسم الله الرحمن الرحيم تمام اول ايه نزلت في القران سوره اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الايه الاكرم الاكرم على الاطلاق بعد صفه الرحمه طبعا الرحيم والرحمن سبحانه وتعالى الكريم ونعم بالله الذي يعطي قبل ان يسال ونعم بالله خلينا بعد الكلمتين دول نشوف التقرير اللي معانا وبرده نرجع نكمل كلامنا اتفضل بعض الاشخاص مميزين جدا في حياتنا وربنا سبحانه وتعالى جعلهم في حياتنا علشان خاطر يكونوا مصدر للامن والامان وبعض الناس التانيه يقبل الله سبحانه وتعالى الا ان هو يجعلهم سبب للامن والامان وهم احياء وسبب للامن والامان بعد ما ماتوا لو وصيت حضرتك معايا على البير اللي انا واقف قدامه ده للشهيد المقدم احمد سمير رحمه الله عليه ربنا تقبله في الشهداء يا رب العالمين نال الشهاده وهو بيامن حياه الناس في الوطن وبعد لما يموت ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في تأمين حياة بيت زي ده وناس زي دول في احتياجهم للميه. عمرك شفت كرب من ربنا أكتر وأحسن من كده؟ ربنا يجعله في ميزان الحسنات، وربنا سبحانه وتعالى يبلغه كل النعيم اللي تسبب فيه بمجرد اسمه بس لأهالينا اللي موجودين في صحراء براني بنقطة الميه اللي أتأمنت ليهم بسببه. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذكره يوم القيامه في الملا الاعلى ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره ياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحه فيقول له ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك وجه الخير فيقول انا عملك الصالح هو ده عملك الصالح اللي ربنا عز وجل هينور به قبر كل واحد منا هو ده النور بتاعنا هو ده اللي هيخلي القبر روضه من رياض الجنه هو ده اللي هيظلنا يوم لا ظل الا ظله هو ده اللي هيكون معانا في الاخره لا وفي الدنيا كمان. طيب عايزين بقى نعرف الناس شويه تفاصيل خصوصا المتعلقه بالامور الماديه والتكلفه. اقول لحضرتك يعني قبل ما نخش على التكلفه كده وتكلفه البير ايه والكلام ده طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى عندنا عظيم. لأن التقرير اللي طلع فيه الشيخ دسوقي وسيدنا آه. الشيخ حافظ بجد حرك جوه الواحد عواطف وأحاسيس كثيرة. الشهيد المقدم آه. عليه رحمة الله عز وجل آه. يعني إحنا بنقول بينا وبين بعض كده ده شهيد. آه. فكده كده له منزله عند ربنا سبحانه وتعالى. شهيد كان بيأمن الوطن آه. من كل الشرور. بس هل مسيرته التأمينية وقفت. لم تنتهي لا طبعا لا, لا طبعا ذهب الى ربه عز وجل واهله الكرام ان لم تكن منه وصيه او ممكن يكون وصى بالبير ديت قبل ما يموت انه يأمن اهالينا في مطروح برضه للميه يأمن لهم مصدر حياتهم زي ما حمى حياتهم وهو عايش فبفضل من ربنا عز وجل بيحميهم بفضل طبع. الله ومن فضل الله وهو عند الله عز وجل حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى قال بل أحياء يرزقون ولكن قال لا عند ربهم عند ربهم, عند ربهم فوق يعني لهم مكانة بقى خواص الخواص ومش أي رزق مش أي رزق الله ينور على حضرتك ده رزق ربك سبحانه وتعالى تعرف أجمل ما في الجنة يا أستاذ كريم أن ترى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة النظر هتتحقق لما تنظر الى وجه الرحمن صلح. سبحانه وتعالى ربنا يوعدنا ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الجمال والعظمه بقى ما تبقى في الجنه انت عايز لذه اكتر من كده ايه صحيح انت عارف يا استاذ كريم ادنى واحد في الجنه انا عارف انت روحاني قوي ادنى واحد في الجنه اللي هو ما فيش بقى سيدنا موسى سال ربه فقال له يا رب اخبرني عن ادنى واقل رجل إن يدخل الجنه والروايه صحيحه في صحيح الامام مسلم. قال له هذا رجل يدخل الجنه بعدما دخل اهل الجنات الجنه. الجنة. كل كله دخل. م. فربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنه، يقول له ادخل الجنه. فيقول من اين يا رب؟ وكيف يا رب؟ م. وقد نزل كل واحد منزله. كل واحد خد منزلته وانا ليا مكان ده ادنى فيقول له الله الرحيم الكريم. أترضى أن يكون ولا أن يكون لك ملك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ في الجنة. فيقول رضيت يا رب. فيقول الكريم ولك مثله ومثله ومثله ومثله. ومثله, ومثله, ومثله وفي الخامسة يقول رضيت يا رب. فيقول له الله عز وجل ولك عشره أمثالك الله الله ولك فيها ما لذت عينك وطابت نفسك لا ده احنا كده بقى نشوف التقرير الثاني نشوف التقرير ما بديهاش يا شيخ مصطفى اتفضل اتفضل <تفضل> 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 جبر الخاطر اوسع عباده ممكن تدخل بها عند ربنا سبحانه وتعالى لان جبر الخاطر ملوش حدود ولا ليه حاجات معينه ممكن تعملها يعني انت ممكن تجبر خاطر حد بكلمه ممكن تجبر خاطر حد بنظره طيبه ممكن تجبر خاطر حد بعمل تقدمه له الناس اللي استجابت لاهالينا في مطروح هنا في براني لما قالوا ان احنا محتاجين ميه وعندنا مشكله مع الميه فاستجابوا وعملوا لهم ابار شوف جبر الخاطر مش بس عمل لناس ميه ووفر لناس احتياجهم من الميه لا ده كمان اشرك معاه حد تاني من عيلته تخيل بقى عيلته دي فيها كام واحد ممكن يكون دخلوا معاه في الاجر يبقى انت بتدخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب جبر الخاطر انك انت توفر الناس احتياجهم من الميه وانك انت تجبر بخاطر عيلتك فتلاقي فيهم اللي ممكن يكون على قيد الحياه واللي ممكن يكون توفي الى رحمه الله سبحانه وتعالى فيلاقي عند ربنا حسنات جياله كوم حسنات جياله او نور داخل عليه نور قبره فيسال يا رب منين ده يقول له في واحد من عيلتك عمل بير وجبر خاطر الناس وقال يا رب البير ده عني وعن عيلتي كلها يا رب زي ما جبرتم بخاطر اهالينا هنا واستجبتم لمطلبهم ان انت وفرت لهم امنهم من الميه ربنا سبحانه وتعالى يامن حياتك يا رب ويخلف عليك في مالك يا رب العالمين. عمل عظيم جدا. والمتبرع في هذا العمل ولو بالكلمه الطيبه ولو بالشيء اليسير له الاجر عند الله تبارك وتعالى. وهذه امنا عائشه رضي الله عنها قيل انها كانت تتصدق بشيء يسير بصل او عنب في اليوم فلما لامها احد الناس قالت كم فيها من مثاقيل الذر وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ادعو الله تبارك وتعالى للمتبرعه بهذا البير ان يجزيها خيري الدنيا والاخره وان يبارك فيها وفي ذريتها وأن يجعلها من الصالحين في الدنيا والآخرة وأن يجزيها الله عز وجل عن هذا العمل خيرا في الدنيا والآخرة طيب احنا قبل ما نشوف مع حضراتكم هذا التقرير الشيخ مصطفى مشكورا تفضل بانه عرفنا على الدرجه الدنيا درجه الدرجه الاقل للي متواجد في الجنه ما الاعلى اخبارها ايه الاعلى سال سيدنا موسى ربه وقال يا رب من اعلى درجه في الجنه مين بقى دول فقال له الرحيم والكريم: يا موسى اولئك الذين اردت دول بتوعي غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها واعددت فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر ولم يخطر على قلب بشر ربنا وعدنا شيخ مصطفى بايه؟ ربنا يوعدنا بايه؟ بالدرجه يا... انا كنت لسه بقول لك ايه واحنا بنتفرج على التقارير انا بالنسبه لي راضي باجي أي, اي درجه لا اذا ربنا يجود علينا إيه؟ بيه الفردوس الاعلى من الجنه اللهم ارزقنا جميعا الله يعني يا رب يا رب, رب العالمين يا رب, يعني رب, يا رب, يا رب طيب انا هستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان هنفتح ملف ولا اهلا بكل حضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من طاقة نور ودي الفقرة اللي هنتكلم من خلالها عن مبادرة محترمة جدا فيها كل معاني الانسانية وفيها كل اشكال العطاء والتكافل الى اخره ويطعمون الطعام. عايزين برضو نعرف الشيخ الشيخ مصطفى نعرف الناس تفاصيل هذه الحملة هي طبعا اللي هي بالتعبير الدارج اللي هي كراتين رمضان. ايوه تمام طيب. آه، احنا مش عندنا كراتين رمضان بس الحملة حملة اطعام في مؤسسة نبض الحياة ليست يوما في العام حمله اطعام طوال العام ما شاء الله طول السنه ما شاء الله احنا في اطعام بفضل ربنا عز وجل ما شاء الله عظيم بس ولكن بقى ده موسم ده سيزون اه طبعا اه طبع. دايما كده الناس تقول لك ايه رمضان ايه كريم اه طبعا رمضان كريم صحيح. والله حتى المحتاجين يقول لك ايه والله ربك هيبعت صحيح متاكدين قوي عندهم طبع. يقين طبع. جدا في شهر رمضان الكريم ده ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لهم الخير والبر والاحسان وامم هتسال عليهم طبع. حتى اللي ما بيتصدق بيتصدق طبعًا في شهر رمضان طبعًا اللي ما كانش بيزكي بيزكي بيخرج زكاته في اللي شهر رمضان اللي ما بيصليش بانتظام بيصلي في شهر رمضان صحيح. فحمله جميله جدا جدا مرتبطه بالناس هندخل شهر رمضان العظيم بفضل الله عز وجل واحنا في شهر رمضان المعظم والكريم كريم قوي طبعًا بجد والله من عند رب العباد سبحانه وتعالى واحنا بنحمل عن كل اسره هم انه خلاص يفرغ للعباده صحيح وخلاص بقى ما يشيلش هم و من إيه بقى؟ لانه مطمن ان الرزاق بعت بس خلاص صحيح. بس استنى استنى يا استاذ كريم انا عايز بس كل الناس يبقى عندها يقين ان ايه بقى ان المحتاج هذا قد سال الله عز وجل والله دل على عنوانك ومن خلالك من خلالك انت يعني انا طلع. الوسيط اللي بين الاراده الله الالهيه الله. وبين المستحق بس الله عشان عليك. كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول ايه الفقراء عيالي يعني من اعولهم طبع. والاغنياء وكلائي فاذا بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي وكيل انت وكيل بس بالله. انت مجرد وكيل انت مين اصلا خلينا نشوف التقرير ده برضه هنتعرف من خلاله مبدئيا كده على شويه تفاصيل متعلقه بالحمله دي ونرجع ناكد بقى على حضراتكم بقيه التفاصيل اتفضلوا بسم الله نبدأ وعليه نتوكل النهارده من محافظة الغربية من مدينة طنطا ربنا سبحانه وتعالى أرسلنا هنا بفضل الله عز وجل علشان خاطر نجبر بحال أهالينا أهالينا الطيبين أهالينا الصايمين أهالينا اللي مستنيين الفرحة تدخل عليهم النهارده بفضل الله عز وجل مؤسسة نبض الحياة جاية النهارده تأسس فرحة جديدة وسعادة جديدة بخلية نحل كبيرة اللي أنا بينها دلوقتي خلية نحل بتطلع العسل الجميل الرائع علشان خاطر نروي كل إنسان وندخل الفرحة في آلاف البيوت النهارده، عشر ألف بيت النهارده بيفرحوا، عشر ألف بيت النهارده بيبتسموا، عشر ألف بيت بيعيشوا رمضان، بيعيشوا الجو الروحاني الجميل خلاص هيتفرغ للعبادة ليه؟ لأن خلاص فضل ربنا سبحانه وتعالى جاله لحد بيته كرتونة رمضان المشروع الجميل المشروع الرائع اللي في حملة ويطعمون الطعام اللي من صفات الأبرار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واختصهم ومن بين عباده قصد يفرحهم سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الحملة دي حملة الأبرار كل الناس اللي تبرعوا معانا وتصدقوا معانا من فضل ربنا عز وجل بكرتونة رمضان النهاردة بنفرح صايمين النهاردة بفضل الله عز وجل الناس خلاص بتدخل للعبادة تقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتها مؤسسة نبض الحياة حياة في كل مكان طيب واحنا بنتفرج على التقرير ده انا والشيخ مصطفى يعني كنت بساله بقول له هو حمله اطعام الطعام بعيدا عن شهر رمضان انا كنت معتقد ان شهر رمضان هو ده اللي الحمله بتبقى واخده فيه الشكل التقليدي المتعارف عليه لكرتونه رمضان لكن عرفت ان الموضوع ممتد طول السنه الحمد لله يعني الكرتونه دي معانا طول, طول السنه معانا طول السنه زي بفضل الله عز وجل زي الفل إيه ليه بقى؟ لان في اسر احنا مثلا يا استاذ كريم عندنا في مؤسسه نبض الحياه ما نوصلش وسط ميه ونسكت مم. لا ولا نعمل سقف ونسكت بتتابعه وتشوفوا الدنيا وصلت لفين ما انا ما سيبوش ما هو كده كده اللي انا طبعا. عملت له السقف او وصلت له وسط الميه او عملت له بير تجمعية اللي بيها في مطروح ما هو ده محتاج طبعا يبقى انا اسيبه في الحملات ابدا فبتابعه بدخل اسمه معانا في حمله سطر بدخل اسمه معانا في حمله ويطعمون الطعام بدخل اسمه معانا في كل الانشطه الله. الجميله جدا والتقرير اللي فات ده كريم ده من محافظه الغربيه من مدينه طنطا والحمد لله رب العالمين آه للاستاذ الدكتور طارق رحمي آه محافظ الغربيه كان موجود معانا في عزيزي. اليوم الجميل دوت اللي احنا بفضل الله عز وجل ربنا اختارنا وميزنا وندعو الله ان نكون من الذين ارادهم الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى شملنا آه بعطفه وبكرمه ان احنا ندخل الفرحه في اليوم ده على 6000 اسره ما شاء ستة شاء الله 6000 كرتونه في الغربيه لوحدها اه في محافظه الغربيه فضل الله فبفضل ربنا عز وجل بقيت فرحان جدا بقيت مبسوط قوي يعني ده يوم الفرح يوم السرور وبشكر الاستاذ الدكتور طارق رحمي والله بجد أوه. يعني على سعه صدره وعلى استقباله الجميل وعلى وجوده معانا وانه دايما ما بيسيبناش لا سواء في أو كمان هنيئا للمتبرعين اللي هياخدوا دعوات طالعه من القلب من ال 6000 اسره دول لو ايه بس؟ هو دعوات بس يا استاذ كريم؟ ده انت كريم <applause> ده انت اسمع على مسمى <applause> حبيب. ده حتى افطار صائم أه هيفطر أه صايم أه فهتاخد بقى ايه ثواب واجر بقى واحد بيفطر دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا مش ابدا دي عظمه على عظمه على عظمه على عظمه عظم. والحمد لله يا رب العالمين كان يوم جميل جدا يا والله أكيد. أكيد. يوم رائع وانا رايح هناك كده انا مستشعر الفرحه اللي هشوفها في قلب مش هشوفها طبعا. في وجه أه لا هشوفها في قلب كل انسان من الناس اللي هي الكريمه الناس اللي انا بسميهم هم الكرمه عارف ليه يا استاذ هم اللي يعني... اتاحوا الفرصه لل الله ينور على هما اللي هم يديني ايه؟ ثواب واجر، هو انا اللي كريم ولا هو اللي كريم؟ صحيح لا ده هو ده اللي هو كريم هو مصدر الاجر صحيح. ده عارف ليه؟ صحيح انت انت كريم انت اللي محتاج طب وهو؟ لا هو اكرم عارف ليه؟ انا كريم لاني معطي لوجه الله عز وجل وهو اكرم مني ليه؟ لان انا بعمر له دنياه اه صحيح انما هو ما ياخد هيعمر يا لي ايه؟ صحيح اخرتي صحيح, صحيح. فمين الاكرم فينا؟ صحيح. لا هو اللي اكرم هو اللي اكرم مني عشان كده حاتم الطائي كان آه. في الجاهليه قبل الاسلام قبل آه. سيدنا آه. النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي اثنى عليه ضرب به المثل في الكرم فقالوا آه. اكرم من حاتم آه. كان يقول للخادم بتاعه ايه؟ في الشتاء وليالي الشتاء بقى يقول له اوقد ولع نار اوقد فان الليل ليل قر ليل شديد البروده والريح يا موقد ريح صر ريح شديده عسى يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حر يا سلام <applause> دي بيفكر ياه شفت, yeah. شفت الكرم آه والله ولسه ما قدرش ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن جلبت ضيفاً فأنت حر. عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفاً فأنت حر، الإطعام الجمال كله العظمة كلها وده فضل المعروف بتاعه فضل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذت ابنة حاتم الطائي أسيرة في إحدى الغزوات فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوها ليه؟ إكراماً لأبيها لأن أباها كان يحب الإكرام والإطعام. الله يعني اللي أنت بتعمله ما بيضيعش طبعا. والله طبعا. ما بيضيع ده عند رب العالمين سبحانه وتعالى لا ودايما دايما اطعام الطعام وسقي الماء الاثنين دول بصفه خاصه سبحان الله اليوم خصوصيه كده دون عن بقيه الاعمال الخيريه دول اليوم وضع شديد الخصوصيه جدا يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قالها للسيده مريم وهي بتولد سيدنا المسيح قال لها وهزي اليك بجزع النخلات تساقط عليك رطبا جنيا فايه؟ فكلي جاب الاكل الاول طبع. لانه صعب المنال فكلي وشربي وقري عيني وقر يبقى يعني. جمع لها الاثنين الاكل والشرب دائما تلاقي ربنا في القران يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا يجمع بين الطعام طبع. والشراب ودائما الطعام قبل الشراب صحيح دايما ليه بقى لانه صعب المنال م. ها جيب منين ولا منين ولا منين ولا الشوربه ممكن من عند الاستاذ كريم هشرب طبع. من هنا اشرب انما ال... انما الاطعام لا ده حاجه عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للانسان المذنب باطعام الطعام. مهما رب ما بلغ زنب. ما ان شاء الله يكون ايه؟ ده ربنا جعلها صفات الابرار. مهما كان ذنب. والله ان شاء الله يكون ايه؟ ده ربنا جعل كفاره اليمين اطعام الطعام، اطعام 10 مساكين. آه طبع. كفرت طبعا كفاره الظهار طبع. اطعام 60 مسكينا. على رب ليه كل ده؟ ليه العظمه دي كلها؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب اطعام الطعام؟ لان يعني ده بي بيخرج من نفسك بقى الشح. مم. وال... وال... والكراهيه بقى و... والبخل واللي هي الذميمه انما اما انت تروح لانسان كده بكرتونه جميله او نديله كرتونتين قول قول بفضل الله آه. عز وجل انا متبرع بكرتونتين متبرع بثلاث كراتين باربع كراتين متواصل مع مؤسسه نبض الحياه بخمس كراتين بعشر كراتين عايزين سباق لان شهر رمضان الجميل ده وسكريم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عنه بيقول رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح صحيح وخسر فيه طبعًا من خسر صحيح هتربح طبعًا. فيه وهتروح تشتري عطاء ربنا سبحانه وتعالى و و وتدفع ثمن عفو ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني المعنى مجازي, مجازي المعنى طبعًا مجازي طبعًا طبعًا اه طبعًا. و و وغفران ربنا سبحانه وتعالى ما لازم انت تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بقربان م. تقرب لربنا سبحانه وتعالى والا بقى ايه بقى في وقت الشده ياه يا عسكري يا لا اصل اطعام الطعام انت هو مش مجرد انت بتساعد بيه الانسان انت بتحيي من خلال الله ينور الانسان. على حضرتك ده ربنا سبحانه وتعالى قال مين فينا ضمن الجنه؟ مين؟ مفيش طب. فربنا في سوره البلد فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه اقتحم مم. العقبات اللي عندك دي الموانع أيوة دي اقتحم وما ادراك ما العقبه فكوا رقبه فكوا رقبه دي حد ممكن يقول لي دلوقتي بيبقى في التفسير موجودة اللي هو العبد مفيش اسير, مفيش أسير عبد وك... عبد لا في لا في لا في دلوقتي فك رقبته فك رقبه اللي قدامك من اسر الفقر. طبعا اه طبعا فكه صحيح. فكه كده حرره يا راجل طبعا. فكه رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يعني يوم شديد زي الايام اللي احنا طبعا. فيها دي يتغلى طبعا او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه تطعم ايه؟ يتيم طبعا يا سلام طبعا اطعام اليتيم كل ما تشوف اليتيم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذا اليتيم ليس له اب فله رب ونعم بالله لو انت ما أطعمتوش غيرك هيطعمه طبعا وهتفوتك الفرصه طب ليه طب طبعا 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 ليه يتيما ذا مقربه ذا مقربة دي اللي هي ايه اللي هو احنا بناخدها بالمعنى ده اللي هو ايه قريبي مم. او اللي انا عارفه او الكلام ده لا ما تاخدها بالمعنى الواسع يتيما ذا مقربه من الله قريب من ربنا قريب من ربنا ما هو ربنا اللي بيكفله طبعا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكفله يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربة التصقت ايده بالتراب ثم كان من الذين امنوا تعمل كل ده بقى وتبقى من الذين امنوا وتواصوا بالصبر اقول الصبر على ايه؟ على الطاعه ان انت الاستاذ كريم يقول لي اصبر واطعم الطعام وانا اقول للاستاذ كريم اصبر واطعم الطعام اطعم تاني واطعم ثالث واطعم رابع حتى يرضى عنك رب العباد سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه الرحمه كلها طبعا مالهم يا رب دول؟ قال اولئك اصحاب الميمنه يا سلام دول بقى اللي في اليمين بقى ربنا يوعدنا اصحاب الميمنه طبعًا. اللي يكون مع رب العباد سبحانه وتعالى شوف شفت الجمال كله والعظمه كلها يا كريم واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه وربنا يقول لك ايه بقى بعدها انا انشاناهن انشاء يا سلام من دول يا رب فجعلناهن ابقار الحر العين عربا اترابا لمين لاصحاب اليمين لاصحاب اليمين اللي ربنا يجعلنا منهم يا رب اللهم احنا وصلنا مشاهدين يا رب العالمين, العالمين. يا رب يا رب, يا رب يا رب يعني انا انا براشد كل انسان في رمضان الجميل ده السوق مفتوح صحيح شوف انت هتروح السوق بقى تشتري ايه والحقه من اوله الحقه الله ينور على بدر <تصفيق> أيوة. <تصفيق> بدر بدري بدري عشان الوقت كده كده لو طار والواحد فعلا ما استفادش من من اه والله عظمه الشهر هيبقى فعلا هو خسران وخايب ايوه الله ينور يعني على حضرتك. خببا انت عارف عارف يا والله ربح فيه من ربح آه وخسر فيه من طبع. خسر. لا احنا عايزين بقى السوق ده بفضل الله نغتنمه بالطاعات بقى كل يوم يبقى طبع. لك فيه صدقه. <applause> كل يوم يبقى لك فيه صدقه مع رب العباد سبحانه وتعالى كل يوم فيه ذكر كل يوم فيه صله باخواتك في كل مكان خاصه بقى لينا في مطروح اللي هيشربوا شويه ميه جميله ويفطروا عليها، وبهالينا في جميع محافظات الجمهوريه اللي هم بفضل الله عز وجل ان شاء الله هياخدوا الكرتونه ديت والسعاده هتبقى ماليه قلوبهم، لان احنا بفضل الله عز وجل امنا في الله ان كلامنا ما يبقاش مجرد بس مجرد كلام بين السطور او كلام جوه الصدور، لا كلامنا باذن الله هيجعل خير بفضل الله ونهر من الخير هيفور ونفتح لكل الناس طاقة نور حبيبي ونقفل الحلقه على كده <applause> نورتنا وكل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك يا رب باحسن صحه واحسن حال كل دقه <applause> قلب وانت في القلب يا حبيبي خليك. كل لحظه وحضرتك طيب حبيبي حبيبي ربنا شوف حضراتكم على خير ان شاء الله في يوم جديد يتجدد من خلال واللقاء من خلال حلقه جديده باذن الرحمن العشر وكل العمر من طاقه نور على خير